نظم مؤيد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مسيرة حاشدة في العاصمة صنعاء احتجاجا على الضغوط الدولية التي يواجهها. وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات يوم الجمعة على صالح واثنين من زعماء الحوثيين لتهديدهم سلام واستقرار اليمن وعرقلة العملية السياسية في البلاد. علي عبد الله صالح والشعب والشعب هو علي عبد الله صالح، ولن يرحل أي واحد منا، وسوف نقاتل مع علي عبد الله صالح حتى آخر قطرة من دمنا. ووافق جميع أعضاء مجلس الأمن على إدراج أسماء صالح والقائدين العسكريين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم في القائمة السوداء، ويخضع الثلاثة الآن لحظر عالمي على السفر ولتجميد لأصولهم. فيما نفى صالح سعيه لزعزعة استقرار اليمن، وحذر حزبه بعد اجتماع عقد الخميس من أن أي عقوبات تفرض على صالح أو حتى التلويح بمثل هذا التهديد ستكون لها نتائج سلبية على العملية السياسية. وكان مجلس الأمن الدولي قد أجاز في فبراير فرض عقوبات على أي شخص في اليمن يعرقل التحول السياسي للبلاد أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكنه لم يصل إلى حد وضع أشخاص محددين في قوائم سوداء. وقدمت الولايات المتحدة طلبا رسميا للجنة عقوبات اليمن قبل أسبوع ليكون صالح والزعيمين الحوثيين الآخرين أول أشخاص مرشحين لوضع أسمائهم في قوائم سوداء. رحاب علاء، رويترز.